وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا معنا السيد محمد بن عامر من داخل مؤسسة الأسد الخشبي للأعمال الخشبية. أهلا بك سيد محمد. يا أهلا وسهلا فيكم ومرحبا بكم وترفتونا في المكان هذا. مرحبا بك، وإن شاء الله نسوي مع بعض انترفيو كتير طيب ومميز. يا مرحبا بكم. خلينا قبل ما نتكلم عن الأسد الخشبي نعرف السادة المشاهدين مين هو السيد محمد وكيف كانت بدايتك العملية داخل دولة الإمارات؟ أنا اسمي محمد بن عامر، مواطن إماراتي. الحمد لله الله وفقني في كذا شغلة، اللي هو العمل الأساسي اللي عندي وبالإضافة إلى الأعمال الخشبية اللي حالياً أقوم فيها. طبعاً هذه أعمال شبه صعبة تعتبر، وما في ما في حاجة صعبة على أبناء الإمارات الحمد لله، بيقدرون يدخلون في كل المجالات بدون استثناء، ومثل ما قالوا قادتنا العمل مش عيب سواء كان مستوى عالي أو أقل من ذلك. والحمد لله الله وفقني بفكرة معينة واشتغل فيها والحمد لله نجحت في الفكرة هذه. نعم. طيب كالأسد الخشبي بقى، إيه الخدمات والسيرفيس اللي أنتم بتقدموها داخل هذه الورشة؟ إحنا في الأسد الخشبي عندنا جميع الأعمال الخشبية من الإبرة للصاروخ مثل ما يقولون. ممكن نصمم ديكورات منازل، ديكورات كرفانات، ممكن نأسس كرفان من الزيرو لغاية ما نأسسه كرفان كامل. عندك الأعمال الاعتيادية اللي هي كراسي، طاولات، ممكن مظلات، ديكورات، أي حاجة تنعمل بالخشب ممكن نعملها. أو في ديزاينات موجودة عندنا، وأحيانا الزبون يجي من عنده الديزاين معين إحنا نسوي له إياه، نصمم له نفسه يبي مثله بالضبط، أو إحنا نضيف عليه لمسة جمالية مثل الإضاءة، ممكن ألوان معينة، ممكن ديكورات اللي هي الورود أو الأزهار أو الأشياء الخضراء أو أوراق شجر، يعني ندعمها بالأفكار اللي عندنا الحمد لله. الحمد لله. طب بس صنع زي النجارة والحاجات الخشبية دي محتاجة خبرة، وما شاء الله أنت وريتنا شغل كتير مميز منه، الكرفان اللي إحنا فيه حاليا أنتوا اللي مسويينه، الخبرة دي جات لك منين؟ والله هي ممارسة، وتعلمنا في البداية تعلمنا الأساسيات اللي هي في الخشب، في مثل أي شغلانة ثانية فيها الأساسيات، تبدأ في الأساسيات وبعدين الإبداع يكون من عندك. ممكن أنت تبتكر حاجات جديدة تثبت فيها الأخشاب، ممكن تستغنى عن المسامير، عن البراغي، عن الغرة بأمور معينة، تسويها حرف زائد، تسويها في أمور كثير يعني، والخبرة تكتسبها في الشغل. عمره ما في حد بيكتسب خبرة بالتعليم أو بأمور ثانية، لازم أنت تشتغل بإيدك على أساس تكتسب الخبرة هذه. والأساسيات تعلمناها، واليوم الحمد لله إحنا في زمن العولمة اللي هو العالم أصبح قرية صغيرة. أنا ممكن أتعلم على يد عالم في أو خبير في دولة ثانية وأنا قاعد في مكاني عن طريق اليوتيوب، عن طريق أكاونتات، يعني أغلب الخبراء والدكاترة والأمور حتى المهنية تلاقي فيديوهات تعليمية لها في اليوتيوب، في الإنستغرام، في السناب شات، نتابع الامور هذه ونطور شغلنا بناء على الاشياء اللي نكتسبها، الخبره اللي نكتسبها الحمد لله. يعني انت كلامك ده، وبما انك شاب اماراتي مميز وبتشتغل في صنعه كتير حرفيه، تنصح اي حد انه ما يقفش في مجال لو مثلا ما حسش نفسه فيه يبتكر، يدور، يتعلم؟ بالنسبه لاي مجال انت ناوي تدخل فيه، في حاجتين اساسيات لازم تكونوا متوفرين عندك. اول حاجه حب المجال، انك انت تحب المجال هذا اللي انت ممكن مجال انت تفهم فيه لكن مش حاب لنا، وممكن مجال انت حاب لنا بس ما تفهم فيه. لا، لازم تكون فاهم فيه وحاب لنا، ما فاهم فيه وحاب لنا ممكن تزيد النقطه هذه بالتعليم، ممكن تروح عند شخص يعلمك، ممكن تتابع فيديوهات اذا كان المجال ممكن انه يتابع بالفيديوهات، مش يعني مش لازم تعمله بايدك، وجرب مره ومرتين وثلاث، والفشل او العقبات لازم تكون يعني عندك تدليل الصعاب، ما تكون مع شخص يحطمك او حتى الاراء بشكل عام، لا بالعكس انت تدلل الصعاب، انت تحاول تحل المشاكل اللي بتواجهك. بهذه الطريقه ان شاء الله بيكون نجاح، والاهم من انك انت تصنع سلعه مميزه انك انت تعرف توصلها للزباين. ممكن انت يكون عندك شغلك ممتاز 100% لكن ما توصل للزباين بطريقه صحيحه، باعلانات صح، بكواليتي صح. وبهذه الطريقه انت يعني اي واحد يقدر يدخل في اي مجال بدون اي مشكله.
محمد خليني ارجع معاك للاسد الخشبي تاني. احنا عرفنا منكم قبل اللقاء اللي انتم اللي مصممين الكرفان وفي حاجات صور كتيره من شغلكم دلوقتي بتتعرض على الشاشه، انتم يعني منفذينها من الابره للصاروخ زي ما انتم قلت من الاول. كرفان زي ده تعبكم وخد منكم وقت كتير، هل لو حد مثلا كلاينت او كاستمر من اللي بيتفرج على الحلقه دلوقتي حب يعمل حاجه كويسه حاجه حلوه زي الكرفان ده، ده بيستغرق وقت قد ايه؟ ماتيريال قد ايه؟ استهلاكه الكوست بتاعه كبير عليكم ولا لا؟ برضو خبر الساده المشاهدين اكتر عن مجالكم. بالنسبه مبدئيا لهذا الكرفان، هو انا اعتبره كان بذره العمل اللي احنا وصلنا له. الكرفان كانت عباره عن مقطوره سيارات عاديه ما فيها اي جماليه، فكانت عندنا وقت فراغ كبير، والكرفان هذه والمقصوره هذه كانت قدامنا، هي كانت هذه البذره. فكرنا ليش ما نعملها كرفان او نعملها حاجه حلوه. في البدايه ما كانت فكره الكرفان اساسيه عندنا، لكن قلنا بنعملها حاجه حلوه بطريقه معينه، فيات فكره الكرفان، والحمد لله اسسناه من الصفر بالنسبه لاعمال الخشب، بالنسبه لاعمال الحديد، اعمال اللحام، اعمال العزل، ترمكول، الفرش الداخلي، ديكورات، من الزيرو بدينا يعني الحمد لله لغايه المرحله اللي تشوفوا عليها الحين. وتقدروا تنفذوا المشاريع دي في اي عماره داخل الدوله مع اي كاستمر؟ في اي مكان، حتى مش شرط داخل الدوله، الاشياء اللي ممكن نصنعها عندنا ونرسلها ممكن حتى في دول الخليج ممكن نرسلها، اذا كان الشحن متوفر لاي بلد في العالم ممكن نرسل السلعه اللي احنا قاعدين نصنعها. ان شاء الله لكم التوفيق سيدي. والحمد لله عندنا يعني زباين حاليا من السعوديه، من البحرين، من الكويت. طبعا هو بصراحه شغل كتير مميز، فينيشنج حلو، الشكل حلو، الكوست حرك مش مبالغين فيه، فيعني ربنا يكرمكم ويوفقكم الفترات. بالنسبه لمده الكرفان هذه انا ما اعتبرها يعني مقياس بالنسبه للكرفان هذا، لان الكرفان هذا انا كنت شغال فيه على راحتي، كرفان لي ما عندي وقت تسليم، ما عندي حاجه، فاخذت فيه راحتي يعني. ممكن اشتغل في اليوم ساعه او ساعتين، ما في حد ينتظرني اني اسلم الكرفان. لكن بالنسبه للكرفانات الثانيه على حسب اللي هو، هل الكرفان ديكور فقط او تاسيس او صناعه من البدايه، بتختلف المده طبعا والاسعار. بس انت بتدي الديدلاين وبتدي الاسعار في وقت مثالي واسعار كويسه. بالضبط، والحمد لله احنا شباب اماراتيين، انا انسان اماراتي واشتغل في هذا المجال، وفي نفس الوقت اسعارنا منافسه لاي مؤسسه ثانيه. ممكن الحاجة اللي احنا نعملها تروح تعملها عند شخص ثاني يعطيك ضعف السعر، والحمد لله زبايننا كلهم عارفين هذا الشيء ومجربين شغلنا والفينشنج مالنا. مش بالتميز ده. لكم التوفيق سيد محمد. طيب سيد محمد، ما شاء الله يعني انت شاب وطموح والعمر لسه قدامك، ايه بقى خططك المستقبلية؟ شايف ان انتم ممكن تعملوا ايه الفترة الجاية من توسعات؟ بنشوف هل ممكن تبقى مؤسسة كبيرة متخصصة في النجارة وادوات تانية ولا نجارة فقط؟ بالضبط، هو النجارة انت دائما يعني في حاجات تدخل عليك اجباري في النجارة، مثلا عندك طاولة يكون فيها حديد، يكون فيها صبغ، يكون فيها احيانا الاوكسي الايبوكسي عفوا، في هذا كل مجال متخل يعني كل مجال ما له دخل في الثاني. انا ان شاء الله في الفترة الجاية بحاول ادمج الثلاث مجالات هذه في اول خطة توسعية لي، أن يكون عندي 100% التصنيع، سواء كان حديد، سواء كان خشب، أي بوكسي، أي حاجة ثانية تخص المهنة هذه أدخلها معاي، وإن شاء الله يعني حتى بحسب طلبات الزباين يحتاجون أن نتواجد في أكثر من إمارة. إن شاء الله على الخطة الجاية بنتواجد في جميع إمارات الدولة، وإن شاء الله إن شاء الله ويكون متخصصين، و100% يكون التصنيع عندنا من حديد، من خشب، من نجارة، من تنظيف، من كل حاجة إن شاء الله. طيب سيد محمد، انت خبرتنا اللي انتوا ما شاء الله عندكم حلم وعندكم طموح اللي انتوا تتوسعوا داخل دولة الامارات بالكامل، وشغلكم فعلا كتير مميز، بس ده هيرجعني اسالك برضه لسؤال تاني. ايه الحاجة المختلفة بين شركة الاسد الخشبي واي شركة تانية بتمارس برضه نفس الاعمال الخشبية، الديكورات، الحاجات دي كلها؟ اكيد عندكم حاجة مميزة. والله بالنسبة لتميزنا احنا، انا اعتبرها في الموهبة. احنا موهوبين او حابين الشغلانه الفلانيه، مش ماخذينها كعمل او كحرفه او لا، بالعكس احنا عندنا موهبه، والموهبه دائما تحب التطوير. كل ما طورنا من هذه الموهبه الشغل طلع بشكل احلى، الديزاينات طلعت بشكل اجمل، الفينشنج، الكواليتي، هذه الاشياء كلها تم التطوير متى ما كانت الموهبه وحب العمل موجود. لان بحب العمل طبعا هذه الاشياء ممكن في اماكن ثانيه ما تلاقيها، ممكن حرفه معينه، باب رزق،
الله يرزقنا ويرزق الناس جميعا ان شاء الله، لكن احنا عندنا الموهبه وحابين الشغلانه هذه، فبالتالي بيكون عندنا تطوير وبيكون عندنا امور كثيره ان شاء الله اساسها الموهبه ان شاء الله اللي موجوده. هتكمل غير بفضل دولة الإمارات علينا، بفضل شيوخنا، تسهيلاتهم، دعم الشعب الإماراتي للاستثمار، حبه وتذوقه للأفكار الجديدة، للمنتجات المميزة، نعمة الأمن والأمان. أنت كمواطن إماراتي شو بيعنيلك كل اللي أنا قلته ده؟ كاستثمار، كأمن وأمان، كشيوخنا الله يحفظهم، دعمنا في كل حاجة داخل الدولة. أشكر الحمد لله، يعني أشكر شيوخنا وقادتنا في دولة الإمارات اللي هم داعمين للشباب الإماراتي بكل حاجة، ماديا ومعنويا ونفسيا وجميع أنواع الدعم اللي متخيلة ممكن ما تلاقيه في أي بلد منافس في العالم، الحمد لله موجود داخل الدولة. والحمد لله أن احنا موجودين في دولة الإمارات، ونجاحنا هذا بسبب وجودنا في دولة الإمارات وبسبب حكامها والدعم اللي يقدمونه للشعب. الشعب والوافدين كمان، هم ما شاء الله دولة الإمارات دولة من أكثر دول العالم المرحبة بأي حد، سواء مقيم مواطن، كله سواسية. والله يحفظ شيوخنا على نعمة الأمن والأمان، على نعمة الاستثمار، على نعمة دولة الإمارات. بالضبط، وأنا لما قلت الشعب أنا ما كنت أقصد يعني المواطنين فقط، أنا أقصد الشعب، الشعب كله ككل، مواطن ووافد وزائر، وكلهم عبارة حاجة واحدة ما ينفصل عن بعض. اليوم أنت تلاقي الوافد في دولة الإمارات أو المقيم يعني عنده ولاء لدولة الإمارات مش موجود في حاجات معينة أو في أشخاص لبلدانهم، لأنه شاف الخير الحمد لله في الإمارات، الاحترام، التقدير، الخير كله موجود الحمد لله، هذا بفضل رب العالمين وبسبب قادتنا الله يحفظهم ويرعاهم إن شاء الله. طيب سيد محمد، أنا بتشكر حضرتك على اللقاء الطيب ده، بس في النهاية عندي لحضرتك سؤال. أكيد قصة نجاح متميز وشخصية محترمة ولبقة زي حضرتك كان وراها ناس مساندين ليك عشان نوصل للي انت بتعمل الاسد الخشبي، للي انت بتتطور، للي انت بتسوي حاجات كتيرة مميزة. برنامجنا بيديك الحرية توجه لأي شخص كان داعم ليك طول فترة حياتك العملية. أسأل شكرا. والله الداعمين لي كثير وما مقصرين، من أصدقاء، من أهل، من كذا، لكن أخص بالشكر والتقدير للوالدة اللي وفرت لي البيئة المناسبة في البيت وفي مكان العمل، وفرت لي البيئة المناسبة اللي تدعمني معنويا وبجميع الأشياء اللي أنا أحتاجها، حتى إذا مثلا احتجت حاجات معينة ألاقيها متوفرة عندها. جزاها الله خير، وأحب أشكرها في برنامجكم وعلى رأسي من فوق. ورسالة شكر ثانية للمصممة شوق طارق اللي دعمتنا بتصاميم اللوجو مال المحل، مثل ما هو طالع معاكم اللوجو والبزنس كارد والأمور، التصاميم كلها هي ما قصرت ودعمتنا. إنسانة متميزة وتصاميمها جدا ذكية وتناسب الحاجة اللي أنت قاعد تشتغل فيها وذوقك في نفس الوقت. يعني أنا أعطيتها فكرة عامة والحمد لله هي أعطتني الفكرة اللي أنا أبغيها بالضبط. أحب أوجه لها الشكر الجزيل عن طريق برنامجكم الكريم من هذا المنبر، وشكرا لكم على حسن الاستضافة. وإحنا كبرنامج رواد النجاح بنشكر أي شخص كان داعم لحضرتك طول فترة حياتك العملية والمهنية داخل دولة الإمارات. وفي نهاية لقائنا بنشكرك سيد محمد بن عامر من داخل مؤسسة الأسد الخشبي للأعمال الخشبية. شكرا لك سيد الكريم. شكرا لكم وشرفتونا، وأشكركم على الدعم اللي تقدمونه للشباب بمثل هذه الأمور، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح في حياتكم اجمعين ان شاء الله. انت من الرموز المميزه، وبرنامج رواد النجاح اتعمل للافكار الشبابيه الكويسه اللي زي حضرتك بتعملها، فالله يوفقك يا رب. انا اتمنى من الشباب يعني ما يكونون يستغلون اوقات فراغهم في حاجات مفيده. الترفيه لا غنى عنه طبعا في حياتنا، لكن ما يكون حاجه اساسيه. المفروض كل شاب يشوف هو شو فاهم، شو يطمح، يحسن من دخله المادي، يشغل أوقات فراغه اللي هي ممكن تسبب مشاكل للبعض،
بالنسبة للأهالي ممكن يدعمون أبنائهم حتى لو كانوا صغار، شوف المجال اللي هو يحبه، ممكن إذا المجال يعني أهم شيء الأساسيات تتوفر في المجال أنه ما يكون غلط أو ما يكون خارج عن عاداتنا وتقاليدنا، ويدعموهم من صغار منهم صغار على أساس لما يكبرون يلاقون بيئة العمل تستقبلهم على طول، ما يكون في صدام بينهم وبين بيئة العمل. طبعا. وأشكركم جزيلا. أشكرك سيد محمد. في نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين بنشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في أمان الله.